خرجك مراد. السلام ان شاء الله. شكرا سي عبد الصمد بوزيح مفتي جامعة حد الدرا. هذا هو المبدا المنشور، هي السلامة ان شاء الله لجميع البارتي ديالنا. بغيناكم تصفقوا لنا عليهم من القلب الى القلب، الله يعطيكم الخير. هؤلاء الناس يقومون كما قلنا بالنجون من الموت، ناس اللي كتريسكي براسها من اجل صناعة الفرجة وصنعة ابتسامة على المحل الكبير والصغير. شكرا سي عبد الصمد، عطينا الحكا سي عبد الصمد. الحاج محمد شهيد تفضل معك. الحاج محمد شهيد حي الفرد انطلاقه ممتازه مع السيد العروسي عن عمل الصيام. المقدم السي عبد الكريم بلهدار، السي عبد الكريم بلهدار في عرض التوريده التقليديه الاصيله المغربيه يلي الحاج محمد شهيد ان شاء الله. إذن حاليا في خط انطلاقه معليش سي محمد شاهين. سي محمد شاهين يلا سي محمد شاهين، هذه كانت نوبة السي عبد الكريم للدار. معليش عبد الكريم بلدار، إذا كنت موجود على بركة الله والحمد لله. تفرقع ها واحد الخيل الحس الوالي مرتي جماعة السينة عملت السويرة. تبارك الله عليك، أعطينا المحك سي مختار بديع، أعطيه حصة البارو ديالو 14 سي مختار بديع. سام صار عطي جالي معلقة البارود لمشاهدة فنون التوريد التقليدية الأصيلة المغربية ضمن معادلة الشياطمة العالمة الشامخة ضمن فعاليات مهرجان بيركوات الغالية. يلا سي عبد الصمد على بركة الله والحمد لله. سي عبد الصمد يلا عطينا. الله يسلمك.
السي الناس سعيد منتج جامعه السيد احمد السيح عملا تصويرا. سي سعيد ما تقلقش، هذا هو البارود. سي سعيد تبارك الله عليك، رفقات الباردي ديالك الا كان المقدم كيتقلق راه من الحراره الداخليه ديالو. صفقوا لي على هاد الشيوخ اللي معاه تبارك الله عليه، خصوصا هاد الشيخ اللي لعب ليا معزه تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحه. سلسل بوري
تمثيل جماعة أقرم وانت عن عمل التصوير تبارك الله عليك صفقوا لي عليه صفيقات من القلب وقد شجعينا الشيخ ديالنا الذي يطعم المسامع كذلك سي عبد الكريش تفضل بحريك المراقب ببصير شكرا سي بصير معليش سي بصير تبارك الله عليك شرفتنا بالحضور ديالك خيرها في خيرها ان شاء الله معليش هذا هو البارود سي منار احمد معليش السلامة هي كل شيء ان شاء الله التوفيق اعطينا المحركة سي منار لجنة التنظيمية عاونا البارود ديالنا السلامة هي كل شيء ان شاء الله غنجبان انتو تبارك الله هذا هو المهرج ازيد Thank you.
راه عطيتو لهذاك راه ولي راه زيد هنا زيد هنا صفقي على الصرفة الشابة في بداية مسارها
كنتمنوا لها التوفيق والسداد ممثلي جماعه حد الدراب المنطقه العزيزه على القلوب التي ستحتضن ان شاء الله الموسم الختامي لقاو في كركا توسع الصمد والسعه الى اللي افتقدناه حتى هو كذلك الجديد. تبارك الله عليكم صبراء جماعه حد الدراب.